تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. احتشدت وحدات عسكرية اليوم في بيونغ يانغ لإظهار قوة النظام الكوري الشمالي بمناسبة يوم الشمس، وهو الذكرى السنوية لميلاد كيم إل سونغ مؤسس البلاد. وحضر العرض العسكري الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وتم عرض صواريخ باليستية يتم إطلاقها من غواصات لأول مرة في تحدي واضح للولايات المتحدة. أكد عضو في مجلس الدفاع الوطني في كوريا الشمالية أن بلاده سوف ترد على أي حرب نووية محتملة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بضربة نووية. ونبهت كوريا الشمالية الولايات المتحدة إلى ضرورة وقف ما وصفته بالهستيريا العسكرية، وإلا واجهت انتقاما، وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه مجموعة قتالية لحاملة طائرات أمريكية صوب شبه الجزيرة الكورية. أعلن البنتاغون في بيان له أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس سيبدأ هذا الأسبوع جولة في الشرق الأوسط يستهلها بزيارة للمملكة العربية السعودية قبل أن يتوجه إلى القاهرة. كما سيعقد ماتيس لقاءات أيضا في قطر وفي جيبوتي. وأضاف بيان البنتاغون أن ماتيس سيتطرق خلال جولته إلى الجهود المبذولة لمواجهة أنشطة إيران في المنطقة وهزيمة التنظيمات الإرهابية المتشددة. اختبر الجيش الأمريكي قنبلة نووية تكتيكية تم إسقاطها فوق موقع للرمي في ولاية نيفادا بحسب ما نشره الموقع الرسمي للقوات الجوية الأمريكية. وذكر الموقع أن الإدارة الوطنية للأمن النووي أجرت اختبارا لإسقاط قنبلة نووية غير مشحونة من مقاتلة F-16 للوقوف على جاهزية هذه المقاتلة لإلقاء هذا النوع من القنابل واختبار المكونات غير النووية في هذا السلاح. حررت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية أجزاء من حي التنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان إن القوات الأمنية المشتركة تواصل عملياتها لتحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لاحتلال داعش في غرب الموصل. صدت القوات السعودية هجوما من قبل ميليشيا الحوثي وصالح عندما حاولوا التوجه نحو منفذ الطوال السعودي قبالة مديرية حرض اليمنية. وتمكنت المدفعيات السعودية من تدمير مركبات عسكرية تابعة للميليشيات، فيما استهدفت مروحيات الأباتشي السعودية أفراد الميليشيات خلف سواتر رملية تحصنوا بها، ما أدى إلى قتل العشرة منهم وجرح العشرات أيضا. نهاية الموجز، في أمان الله.